بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، يسرني أن ألتقي بكم في هذا اللقاء التربوي الخاص بإدماج المهارات الحياتية والمواطنة في منهاج التعليم الثانوي الإعدادي. ونلتقي في هذه الحلقة مع إدماج هذه المهارات في منهاج مادة التربية الإسلامية مهارة المشاركة نموذجا. تجد المؤسسة التربوية نفسها اليوم وأكثر من أي وقت مضى أمام متغيرات متسارعة ومتلاحقة، فالمشاكل الاقتصادية والتحديات السكانية وقضايا التغير المناخي وظاهرة التلوث البيئي والانفجار التقني والرقمي والرغبة في تأهيل الموارد البشرية لمواكبة التسارع المعلوماتي وما يقتضيه ذلك من تنمية القدرات والمهارات، كلها تحديات تواجهها المؤسسة التربوية اليوم باعتبارها أحد وكلاء التنشئة الاجتماعية وقاطرة التنمية في محيطها. على حين غرة منا جميعا انتشر فيروس كورونا المستجد، تغيرت إيقاعة حياتنا في أوقات الحجر الصحي، أغلقت أغلب المؤسسات أبوابها وتغير نمط الحياة وأشكال التواصل، لكن الجائحة في الجانب الآخر كانت مرآة عكست المستويات التربوية والقيمية للأفراد والمجتمعات على حد سواء. إنها تمرين جماعي لم نفكر فيه من قبل. لقد أظهرت التطورات المجتمعية بمختلف أبعادها الحاجة الملحة إلى مجموعة من المهارات الحياتية بما فيها مهارة المشاركة، حيث ظهرت أهمية المشاركة في المشروع الجماعي والمهمات الجماعية قصد بلوغ أهداف محددة وتجاوز المشكلة أو الصعوبات أو الوباء. برزت أيضا أهمية المشاركة في صد الأخبار الزائفة التي أصبحت تعوج بها مختلف وسائل التواصل، وأخذ المسافة الضرورية عن الأخبار الرائجة وعن الإشاعة وعدم الانسياق وراءها والتأثر بتأثيراتها. كما لمسنا جميعا أهمية المشاركة في صنع القرار بما يعنيه من قدرة على الابتعاد عن كل ردود الأفعال المتسرعة والانفعالية، وظهرت بجلاء ضرورة المشاركة في حل المشكلات، فقد كانت ممتدة عبر ما هو ذاتي وأسري ومجتمعي، خصوصا مع تنوع المشكلات وتعددها إلى مشكلات صحية واقتصادية ونفسية وغيرها. وفي ظل التباعد الاجتماعي كنا مطالبين بتطوير مشاركاتنا التواصلية انسجاما مع طبيعتنا الإنسانية باعتبارنا كائنات اجتماعية، ثم تحقيقا لأدوارنا الأسرية والاجتماعية. كنا مطالبين بالتواصل في سياقات مختلفة عبر توظيف مختلف أشكال التعبير. لقد اكتشفنا جميعا أهمية المشاركة في الحفاظ على ذواتنا ومحيطنا باعتبار أننا جميعا في سفينة واحدة، وذلك بالتدبير الذاتي وحسن تدبير التصرفات. إن المشاركة تقتضي احترام تنوع التوصيفات الفردية الجغرافية منها والاجتماعية والثقافية والعمرية والفيزيولوجية وتجنب التنميط والأحكام القبلية. إن المشاركة وبعيدا عن كل ما هو خطي ونمطي هي دعوة للإبداع في أشكال المشاركة من خلال إيجاد آليات وطرق إبداعية لمجابهة المواقف والظروف الصعبة وإنتاج عناصر وأشكال تشاركية مبتكرة في وضعيات مختلفة. كل هذا يؤدي إلى استنتاج، وهو أن المدرسة اليوم تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى الاهتمام بالمهارات الحياتية وبمهارة المشاركة خصوصا. إن هذا الوعي بمركزية المهارات الحياتية في حياة الناشئة والعامل والموظف والمواطن عامة هو ما دفع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني لاستحضارها في بناء شخصية المتعلم من خلال مشروع إدماج المهارات الحياتية في منهاج التعليم الثانوي الإعدادي. دعونا بداية نحدد المراد بمفهوم المشاركة في السياق التربوي. فمن ضمن المفاهيم التي أعطيت لهذه المهارة أنها انخراط المتعلم في عمل المجموعة بشكل فعال بحثا عن إمكانات لتطوير قدراته الذاتية. إن تنمية المهارة مهارة المشاركة تقتضي تمكين المتعلم من خطوات وإجراءات وتفاعلات بحيث يكشف منهجية اشتغاله، يقدم نتائج عمله، يتواصل مع الآخرين، ينظم تدخلاته، يعبر عن آرائه بروية، يدافع عن أفكاره بشكل إيجابي، يخلق جوا
من الثقة والاحترام بين أفراد مجموعة العمل. إنه ينخرط، ينصت، يتقاسم، يعبر، يستشرف، يتفاعل، ينظم ويحاور. تتحدد الأبعاد الأربعة للتعلم في: أولاً البعد المعرفي، ويرتبط بقدرة المتعلم على التركيز وحل المشكلات وعلى قدرته على التفكير النقدي وتنمية الفضول المعرفي والإبداع. وفي الجانب الثاني يأتي البعد الفعال العملي، يرتبط بدعم المتعلم وتمكينه من تطبيق مكتسباته على أرض الواقع وتكييف تعلماته ومكتسباته مع حاجاته اليومية ومتطلباتها. أما البعد الذاتي فيتعلق بتنمية قدرات المتعلم الذاتية وبناء شخصيته وتطوير كفاياته التواصلية وغيرها، في حين نجد البعد الاجتماعي ذا حمولة قيمية وأخلاقية، يعزز رؤية المتعلم للعيش المشترك واحترام التنوع والتعاطف مع الآخر. وتأتي مهارة المشاركة موضوع هذا اللقاء لتشكل إحدى تيمات هذا البعد، ويشكل هذا البعد الأساس الأخلاقي للأبعاد الثلاثة الأخرى. إن تتبع ودراسة منهاج مادة التربية الإسلامية للتعليم الثانوي الإعدادي من خلال شبكة دقيقة ومعايير ومؤشرات محددة يمكننا من الخلوص إلى الاستنتاجات الآتية: أولاً، حضور المهارات الحياتية والمواطنة في المنهاج التربوي لمادة التربية الإسلامية للسلك الثانوي الإعدادي بنسب متفاوتة بين الدروس حسب طبيعة المدخل وأهداف كل درس. ثم ثانياً، حضور هذه المهارات في الوثائق الرسمية للمادة بما فيها الإطار المرجعي، سواء من حيث المهارات المستهدفة بعملية التقويم أو من حيث المضامين الفرعية. من آليات تمكين المتعلمين من مهارة المشاركة: أولاً، الاهتمام بالنقل الديدكتيكي من حيث هو عملية تحول المعرفة العالمة إلى معرفة مدرسة قابلة للتعلم. إن عملية النقل الديدكتيكي في أحد أبعاده هو تذليل المجال المعرفي وإتاحة الفرصة للمتعلم للمشاركة في اكتساب تلك المعرفة وبنائها. ثانياً، التشخيص. حينما نقوم بعملية التشخيص فإننا لا نرم فقط الوقوف عند مكتسبات المتعلمين السابقة ولا حتى الوقوف عند تمثلاتهم للموضوع المدرس، وإنما نقصد أيضاً الكشف عن بناهم الذهنية وطريقة تفكيرهم وتفاعلهم رغبة في استثمارها في بناء التعلمات. ثالثاً، إن تنمية المشاركة لدى المتعلم هي أيضاً عملية تفكير استباقية يفكر فيها المدرس في كيف يفكر المتعلم، قصد خلق أنشطة صفية ملائمة تتيح للمتعلم المشاركة والانخراط في الأنشطة الصفية. رابعاً، المهارة الحياتية لا تأتي في تقابل مع المعارف التخصصية للمادة، وإنما تأتيان في تناغم وانسجام لإعطاء فرصة لتلك المعارف التخصصية للتجسيد واقعيا من خلال السلوكات العملية الواقعية. خامسا، إن تنمية مهارة المشاركة بما تعنيه من تعاون وانخراط وتفاعل جماعي ينبغي ألا تلغي العمل الفردي، ولذا يستحسن قبل التدبير الديدكتيكي المعتمد على عمل المجموعات البدء أولاً بإتاحة الفرصة للمتعلم للتأمل الفردي في المهمة المطلوب إنجازها، ثم الانتقال بعد ذلك إلى عمل المجموعة. سابعاً، ولأن الاشتغال الصفي هو صيرورة لبناء التعلمات، فإنه يرجى عند نهاية الحصة التربوية الوقوف مع المتعلمين لمناقشة هذه الصيرورة والمقاطع التي أنجزت لتمكينهم من التفكير في هذا المسار ومناقشته وتملكه ونقده. ثامناً، تسهم المعينات الديدكتيكية بشكل كبير في تحقيق التعلمات وتجويدها متى تم توظيفها بشكل فعال. لا يلغي دور المدرس ولا تقدم المعرفة جاهزة، وإنما تذكي في المتعلم روح التفكير والنقد والإبداع. وإدماج المعينات الديدكتيكية من خلال سيناريو دقيق يمكن المتعلم من تنمية مهارة المشاركة في توظيف الوسائل والتفاعل معها إيجابا. تاسعاً، إن الفضاء السيكولوجي للفصل حاسم في تنمية مهارة المشاركة من حيث تعزيز ثقة المتعلم بنفسه وتمكينه من فرص التعبير عن ذاته واحترام حقه في أن يخطئ وأن يتجاوز خطأه. عاشرا وأخيرا، لا تقتصر مهارة المشاركة على الاشتغال الصفي،
وإنما تمتد أيضا من خلال أنشطة الحياة المدرسية بمختلف أشكالها، ما يعزز أولا تحقيق أهداف المنهاج ويمكن المتعلم ثانيا من تطوير مهارته. فالمسابقات الثقافية والمشاريع التربوية والمسرحيات التعلمية وأنشطة النوادي كلها تشكل فرصا سانحة لتطوير مهارة المشاركة. إن هيئة التدريس ومختلف أطر الإدارة التربوية وجمعية آباء وأمهات التلاميذ وفعاليات المجتمع المدني ومحيط المؤسسة عموما شريك في تنمية مهارة المشاركة وباقي المهارات لدى المتعلمين لكل الأسباب السالفة الذكر. بعد هذه الوقفة مع مهارة المشاركة كنموذج للمهارات الحياتية المستهدفة، وبعد هذه الآليات لإدماجها في بناء التعلمات، سيكون موضوع الشريط القادم بحول الله تعالى درسا تطبيقيا يوضح عملية الإدماج هاته، فكونوا في الموعد. إن المدرسة ليست إعدادا للحياة، إنها الحياة ذاتها، فلنجعلها مفعمة بالمهارات الحياتية.